السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد أنديل. هاشتاج دم جنودنا مش للبيع انتشر في نطاق محدود على تويتر، وكان في ناس بتتكلم فيه وغالبيتهم من اللجان الإلكترونية والخرفان التويترية. كانوا بيتكلموا على إنه الجيش المصري بيبيع دم جنوده اللي يدفع أكتر، قصدهم على كده طبعا الحرب المحتملة على الأراضي الليبية، واحتماله إن الجيش المصري يبعت جنوده علشان يتصدى للغزو التركي على الأراضي الليبية. في الواقع ده اسمه استباق للأحداث. فالدولة اللي أعلنت ان هي هتبعت جنودها علشان تحارب في ارض مش ارضها هي تركيا. سنشئ مركز عمليات في ليبيا وسيكون تحت قيادة جنرال تركي للعمل على إدارة الوضع هناك. جنودنا بدأوا بالتحرك تدريجيا للتنسيق مع القوة المقاتلة في ليبيا من أجل توفير التدريب والخبرة الميدانية. فإذا كنتوا بتتكلموا على الدم الرخيص ودم الجنود الرخيص، فهو دم الجنود الأتراك اللي أردوغان عايز يحركهم يمين وشمال زي ما هو عايز، وعايزهم يحاربوا معركة مش بتاعة بلدهم بالأساس. بينما الجيش المصري ما أعلنش، ولا الرئاسة المصرية ولا الحكومة المصرية أعلنت إن هي هتبعت أي جنود للأراضي الليبية. فالاستباق ده لازمته إيه؟ الاستباق ده لازمته خلق حالة من الرأي العام الرافضة، لأنه قرار ممكن يطلع في يوم من الأيام يقول إن إحنا لازم نتواجد على الأراضي الليبية علشان نوقف في التوغل التركي في الأرض العربية. فلما يطلع القرار ده لو طلع يكون الرفض الشعبي موجود. ولكن كان على النقيض تماما هاشتاج كلنا الجيش، ده كان قده 20-30 مرة، قالوا احنا اللي الجيش بتاعنا يعمله احنا معاه، وكلنا جنود في المعركة مدنيين وعسكريين. بسم الله الرحمن الرحيم، انا العميد مهندس متقاعد محمد عامر المغازي، بأعلم بمنتهى الصدق ان انضم الى جبهة السيد الرئيس في الظروف الحالية، ونصطف جميعا خلف القيادة السياسية لما تمر به البلاد من مشاكل وأخطار خارجية. وبقول للأغا التركي اصحى وما تفكرش تلعب في مصر، احنا اكتر من 5 مليون متقاعد، هتقدر تعمل فيهم ايه؟ وانا بأضع نفسي تحت امر القوات المسلحة للدفاع عن الاراضي المصرية وحماية كل مواردها ومصالحها الاقتصادية. بقول تاني للأغا التركي ما تفكرش تخش عندنا، هي نص ساعة هلبس البيادة دي واجي احطها لك فأفاك. انت قبل كده جيشك قلع ملط مش باللي لبسها، انه بدي هنرجعكم من غير اللي لبسها. والسلام عليكم. كنت اتمنى اللجان الاخوانية والخرفان اللي بتتبنى هاشتاج دم جنودنا مش للبيع كانت الاولى بيها ان هي تعمل هاشتاج تقول يا اردوغان خليك في بلدك وابعد عن الارض الليبية، ولكن الناس دي بتؤيد انه اردوغان او الخليفة العثماني المنتظر بتاعهم يدخل الارض الليبية وتكون هي نواة الامبراطورية التركية الجديدة، ومنها يتوغل الى مصر. وفي كلام بقى اتقال ان هم عايزين تركيا تحتلنا ونتجوز اتراك، والكلام ده في الحلقة اللي جاية ان شاء الله هتلاقوا. ان انت تقول ان دم جنودك مش رخيص، دي حقيقة، جنودنا دمهم مش رخيص، ولكن اذا ما كتبت المعركة على جنودنا لازم يخوضوها، لان جنودنا مش رايحين جنود مرتزقة، مش رايحين علشان يدافعوا عن بلد تانية. جنودنا لو راحوا ليبيا هم رايحين يدافعوا عننا من الارض الليبية، لان الارض الليبية بالكامل هي امتداد للبعد الاستراتيجي المصري وللامن القومي المصري. جيشنا مش هيقف يتفرج ابدا ان شوية اتراك يجوا يسيطروا على بلد على حدودنا، سواء كانت العلاقة كويسة او سيئة مع الاتراك. مصر هي دولة عربية بيحدها من الغرب دولة عربية، مش هنسمح ابدا بان دولة تانية يكون ليها نفوذ على الارض دي، خاصة اذا معلمنا ان تركيا بتؤيد فائز السراج المستعين بخلايا ارهابية مدعومة من قطر بالمال وبالسلاح. طب هو احنا ناقصين ارهابيين على حدودنا؟ لا، احنا لازم نقطع عرق ونسيح دم من الاول، مش هنستنى ان يبقى في ارهابيين على حدودنا ولا الجنود الاتراك على حدودنا. من قبل ما يحطوا رجليهم على الشواطئ الليبية لازم رجليهم تتقطع. فاللي يقول لك دم جنودنا مش للبيع، قول له جنودنا عمرهم ما كانوا للبيع. لما تلاقي جنودنا بيحاربوا معركة في كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية يبقى ده للبيع، لما تلاقي جنودنا بيحاربوا في جنوب افريقيا ضد زنجبار يبقى ده للبيع، لما تلاقي جنودنا بيحاربوا في اوروبا لحساب دولة ضد دولة فيبقوا دول للبيع. لكن اللي بيحارب علشان خاطر يحمي الامن القومي المصري ده غالي جدا، بس انتم ما تفهموش لانكم رخاص. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.